تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمغير من وضع حد لشبكة تنشط في ترويج ونقل كميات من الأقراص المهلوسة نوع بريغابانيث 800 ميلي غرام. العملية تمت أثناء قيام عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجامعة مجموعة المغير بتنفيذ خدمة مراقبة وتفتيش على مستوى الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولايتي المغير وبسكرة، أين لفت انتباههم ارتباك سائق شاحنة من نوع رونو ميدلوم بمجرد رؤيته لأفراد الفرقة. على إثرها تم تفتيش المعني بالأمر والشاحنة تفتيشا أمنيا دقيقا أسفر عن حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين 800 ميلي غرام تقدر ب 82,050 كبسولة. على إثرها تم توقيف المشتبه فيه وحجز الشاحنة، كما تم التوصل لتحديد هوية شخصين متورطين في قضية الحال، هم الآن في حالة فرار. التحقيق لا يزال متواصلا على أن يتم تقديم جميع الأطراف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الجامعة بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.